ضمن سلسلة الاحتجاجات التي تشهدها المدن الإيرانية، أقدم مجموعة من المتظاهرين في مدينة تبريز على إحراق مركز أمني تابع لنظام الولي الفقيه، ونشر ناشطون مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر إحراق المقر الأمني أثناء اشتعال المواجهات بين مئات المواطنين وقوى الأمن، وعبر الناشطون عن قلقهم بسبب قيام عناصر الأمن بقمع المتظاهرين واعتقال العشرات منهم خلال المواجهات العنيفة التي بدأت منذ أيام في جنوب إيران.